إذن هذا الظهور الأول لريشي سوناك بعد بدء فرز الأصوات وتقدم حزب العمال وخسارة حزب المحافظين بحسب حتى الآن استطلاعات الرأي طبعا والإعلام البريطاني، والنتائج الرسمية تشير أيضا إلى تقدم حزب العمال حتى الآن على حزب المحافظين وخسارة 7 وزراء محافظين في الحكومة الحالية لمقاعدهم طبعا حتى الآن، وهذه النتائج تشير إلى أن حزب العمال يحصد 268 مقعدا حتى الآن. هو طبعا وصول ريشي سوناك الى اللجنه هذا امر ملزم ديمقراطيا، لان جميع المترشحين يجب ان يكونوا يستمعوا الى النتيجه، فلابد من القراءه المتانيه في هذا الموضوع، لانه لن يلقي الكلمه اذا كان خاسرا. الذي يلقي الكلمه هو ماذا نتوقع؟ ما الذي سيقوله؟ هذا ما ننتظره، لان صعب التوقع في هذا الامر، خاصه وانا بعد ثواني من كلماته، او اذا القى الكلمه فمعناه انه هو الفائز يعني، لكن اذا لم يلقي الكلمه كان حضوره فقط لاستماع الى النتائج فهذا امر مختلف تماما، بعيدا عن موضوع استقالته من كرئيس الوزراء، هذا امر مفروغ منه ايضا، ربما يتم صباح اليوم، وكذلك ستارمر يذهب الى الملك يعني يعاد اليه بالوزاره يعني. يعني الآن فقط هو سيستمع لنتيجة مقعده في البرلمان، سيتحدث إذا فاز، يعني هذا هو السيناريو، لأن كل اللجان التي أعلنها حتى الآن كان هذا هو السيناريو المطالب. الخاسر لا يتكلم بطبيعة الحال، فهو كل ذهب هو وزوجته، ربما يكون قد فاز بالمقعد، يعني الله أعلم حتى الآن. لا نستطيع أن نفوت في هذا الموضوع. المفاجآت كثيرة يعني، حتى موضوع صعود حزب العمال بهذه النسب الكبيرة شكلت يعني مفاجأة وتطور تاريخي في تاريخ بريطانيا. طبعا مفاجأة مدوية. نعم مفاجأة مدوية، لأنه أصلا لم يحدث في التاريخ أن حزب يعني يحصل على 5 دورات يعني، لأن دي لو كان فاز حزب المحافظين المرة الخامسة هذا لم يحدث في تاريخ بريطانيا على الإطلاق. أيام توني بلير حصل عليها 3 مرات، وكان ده في أزهى عصور حزب العمال، فالآن عاد حزب العمال إلى الواجهة، وبالطبع لا ندري كم سيستغرق، لأن المشاكل أصبحت جديدة ومختلفة عن زمن توني بلير وزمن المحافظين السابقين، فبالتالي هو العهد عليه في إنجاز ما وعد به وتحسين العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، وكذلك يعني الدخول في يعني معاملة جديدة ومقاربة جديدة مع الولايات المتحدة الأمريكية في هذا السياق، لأن كما قلت لحضرتك هم خسروا الصفقة الكبرى التي وعد بها الرئيس ترامب ولم يحققها لبريطانيا، وكانت صفعة هذه لبريطانيا بحكم العلاقات الوثيقة جدا. نعم الآن ربما دكتور سيعلنون نتائج طبعا سوناك في دائرته الانتخابية انتظارا لمعرفة نتيجة فوزه أو خسارته بمقعده، نتابع ربما قليلا. Angela Eileen Campion, commonly known as Angie Campion, independent. مستقلة 33 صوتا. بريز أند كينز حزب العمال البريطاني 9 صوتا. كيفن فوستر حزب الخضر 2058. ريل سيباستيان جاستن جولدهامر حزب يوركشير 132 صوتا. جوناثان ديفيد هارفي حزب كانفيس 308 أصوات. غرايم نيكولز حزب لوني 99 صوتا. نيكولاس أملانا 160 صوتا.
براير ريتشمان مستقل 222 صوت. ريشي سوناك حزب المحافظين 23,059 صوتا. لي مارتن تايلر حزب الإصلاح 7,142 صوتا. توماس جيمس ويلسون حزب العمال 10,874 صوتا. وأعلن هنا أن ريشي سوناك انتخب. تهانينا لك وتفضل بإلقاء كلمتك. طبعا صباح. أود أن أبدأ بتوجيه الشكر إلى مسؤول مكتب التصويت وكل من عمل هنا في مراكز التصويت، فهذا ما جعل الديمقراطية ممكن. أود أن أشكر أيضا الشرطة التي حرصت على أن تجري عمليات التصويت بأمان. في هذه الليلة صعبة أود أن أعبر عن امتناني لشعب ريتشموند على دعمكم المتواصل. منذ أن انتقلت إلى هنا قبل 10 سنوات جعلتموني وأسرتي أشعر أنني في بيتي، وأتطلع لواصل خدمتكم كعضو في البرلمان. هذا الشرف العظيم. أنا ممتن لوكيلي وفريقي، وأهني أيضا خصومي على حملتهم القوية. حزب العمال فاز في هذه الانتخابات العامة، واتصلت بكير ستارمر لتهنئته على هذا النصر. السلطة ستنتقل بطريقة آمنة بإرادة حسنة من جميع الأطراف، وهذا يعطينا ثقة في استقرار ومستقبل بلادنا. الشعب البريطاني أصدر حكمه الليلة. هناك الكثير يمكن أن نتعلم منه ونفكر به، ونتحمل المسؤولية على الخسارة. الكثير من المرشحين المحافظين الجيدين الذين خسروا الليلة رغم جهودهم سجلاتهم في إنجاز وتفانيهم في مجتمعاتهم. أقول لهم أعتذر لكم. سأقول المزيد في لندن قبل أن أترك منصب رئيس الوزراء، ثم أعود إلى هنا إلى بيت أسرتي، وتطلع لقضاء المزيد من الوقت معكم في الأسابيع والشهور والسنوات المقبلة. شكرا لكم. إذن مشاهدينا، كانت هذه الكلمة لرئيس الوزراء البريطاني حتى الآن طبعا ريشي سوناك، الذي تحدث عن فوزه بحفاظه أيضا على مقعده في البرلمان رغم خسارة حزب المحافظين. سوناك قال بأنه نتحمل مسؤوليات الخسارة في الانتخابات ونعتذر عنها، وشكر الناخبين في دائرته أيضا.